مقلاة سخونة كنديرو نص كاس ديال الزيت وكنقليو فيه بصلة كبيرة مع الملحة. دابا غندوزو لا بريباراسيون ديال البطاطا، نقطعوها وتنزيدو فيها الملح والماء. اي ابخي غادي نحتاجو خبز ديال الطاكوس ب 15 درهم، خديتو هنايا في 5 كبار. اي صوص بغيتو، انا اختاريت انا صوص الجيريان. ابخي فرماج ديال الساندويتش، كنشوحو البصيلة ديالنا، تنزيدو 10 درهم ديال الكفتة، 10 دراهم ديال الصدر ديال لاداند، 10 دراهم ديال السوسيس، و5 دراهم ديال الكبده، يعني توتال 35 درهم ديال اللحم اللي غنديروه على الطاكوس ميكس. جوج معلقات كبار ديال الربيع مخلط. وهنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للعطريه، اول عطريه غنبداو بها غنديروا 3 المعلقات صغار من كل من السودانيه او الفلفل الحار، الابزار، اي سكينجبير. غنحتاجو هنا ضويمه ديال الثومه باش غنكملو هاد العناصر كامله ونوجدو سوبر فاسيلمون. هنا كنخلطو العناصر ديالنا كامله حتى كتشوح ديك البصيله وكيدخل كلشي العطريه اللي درنا في بعضياتها وكتقلب لنا باش كتولي نيت ميكس. هنا غادي نزيدو عليه ينطاب معلقه ديال التحميره، هنايا كمون تالخر، ومعلقه كبيره ديال الجبنه او اي شكل ديال الفرماج بغيتو. هنا غندوزو الفخيط ديالنا تنقليه. بالنسبه للفخيط ما غاديش نصدع راسي بالاحجام باش يجي مقادين كامل، لاني غادي نديرو في لافارس ولا غنعمر به هذاك الطاكوس ديالي. كنخليه حتى كيتقلع علينا واجده باش نحطها، تنجبدها تنزيد فيها الملحه وتنعاودها في القليه، تجي كروستيونت وسوبر ابيتيسون، ديك الملحه كيجي المذاق ديالها احسن. هنا غنسخن الحشوه ديالي، وكيف ما كتشوفوا البطيطه راه علينا واجده، غادي نحيدها نصفيها ونبدا المونتاج ديال التاكوس ديالي. الوغ بالنسبه للمونتاج هي با دو دارون لا ماتيير، بالنسبه للمونتاج تديروا على شكل مربع الحشوه ديالكم باش كتساعدكم من بعد ملي كتبغيو طويوه. هنا ما درتش الصوصيه الاولى كيف ما كتشوفوا، درتها في الطبقه الثانيه لان صوص الجيريان فيها اللون وكتطلق في البانينوز من بعد، دونك اختاريت اني نديرها هي الثانيه. ابخي تنزيد الفخيط ديالي، تنحطو حتى هو، تنحاولوا نحافظوا على داك الشكل المستطيل. اخر حاجه غادي نزيد هنايا الفرماج، هنايا حاولوا تاخذوا فرماج دو بون كاليتي وكطويوها على شكل ربعه على ربعه هكا باش يجي مستطيل، ماشي مشكله كيف ما درتو لها الطويه. المهم في الاخر غتقاد في البانينوز، ما تصدعوش راسكم بزاف. وكيف ما كتشوفوا هنا غنشوفوا ثاني تاكوس، اختاريت اني نديرو بصوص التوميه. هاد صوص التوميه موجوده في الدار، ما كنشريهاش، رائعه جدا جدا وفعلا عندها مذاق مختلف، وهي من الحوايج اللي كانت كتخليني كنمشي ناكل تاكوس في الزنقه. الوغ هنا كما كتشوفوا كنستمر بنفس الطريقه. وبالنسبه للحشوه راه كتبقى بيرسوناليزابل، كل واحد كيديرها كيف ما بغى. انا هنا كيف ما كتشوفوا كيعجبني الزيتون، زدت الزيتون وغنزيد لي طرونش ديال الفرماج ديالي اللي غيدوبوا من بعد ويعطينا واحد لاسبي ابيتيسون. تنطويوها على ربعه وما تسوقوش للطفاري، هنايا راني كنت كنجرب في الالوان ديال الصباغه. المهم علينا، كنطويو هاد الشيء مزيان كيف ما كتشوفوا. بثمن طاكوس واحد خرج ربعه، لا ماشي ربعه، خمسه ديال لي طاكوس كبار تري بيان غارني، كنحطو في البانينوز كويس ديال المناضه وحنا بخير. ما قال لا خسر فلوس، ما قال لا تضيع وبقى تصور كيفاش داك الشيء طايب واش مزيان ولا ما مزيانش. كيف ما كتشوفوا الي سوبر بيان غارني، كيوجد في واحد الفتره اللي هي قليله، يعني ماشي شي حاجه اللي غنحتاجو اننا نبقاو واقفين عليها في الكوزينه بزاف، وكتجي ني ناشف ني سارد بزاف، يعني خصكم تحافظوا على ديك القوام ديالو باش يجي ابيتيسون ولكن او ميم طون ما يجيش سارد ويولي الخبز حالته. فوالا كيف ما كتشوفوا هالشكل اللي خصكم تحصلوا عليه، وبالصحه والراحه.